فببص كده مين؟ مدام فاتن حمامه قاعده على الكرسي. انا بقى كان هيغمى عليا. رحت بصت كده اهو خلاص. قامت شوفي بقى، شوفي الجمال بقى. قامت قالت لي انت ناديه فلات فود بقى. ما بردش. و انت كنت جايه من مكان خلاص بقى وتقتقى وفقف. فهي كلمتني. انا خلصت هي كلامها. رحت انا قايمه من على الكرسي وخارجه من باب اوضه المكياج. وخدت الطرقه دي جري بقى ولا الحصان الرامح لحد ما خرجت بره الاستوديو وبقيت اصرخ مش قادر اهضم ان انا فاتن حمام بتكلمني انا بقى.